Now Messi. Messi steps over, gets it free. Dani Alves across the face of goal. Alexis Sanchez with the finish. A hint of offside. Alexis Sanchez scores for Barcelona in this pre-season friendly on 12 minutes. Link up in the box. Not suspiciously like offside. Although I'm prepared to stand corrected. Well, yes, offside. Alexis Sanchez. That ball played centimetres forward from Dani Alves. Linesman didn't spot it. ولكن لاعبو البرشا مسيطرين. أفيلاي ننتظر هدف لرجاء وياتي ميسي. يا سلام يا ليونيل ميسي. نتكلم عن سيرة الأهداف ونجيب سيرة الأهداف فيأتي ملك الأهداف بثاني الأهداف ليونيل ميسي. يأتي بهدف في غمضة عين وعلى حين غرة يأتي ليونيل ميسي بالهدف الثاني للبرشا ويدون الثنائية. هجمة كانت للرجاء. أفيلاي بتمريرة بينية ومرت الكرة بعد ذلك إلى ليونيل ميسي وضعها في الشباك لعانقه للهدف الثاني. وهو عارف درب المرمى وهو مغمض وهم مغمض جفنيه يسجل ليونيل ميسي. لاعبي رجاء في منتصف الملعب يا حبيبي ولقطة ولكن مرت الكرة الماضية. مجازفة ممنوعة في هذا المكان. واحد اثنين والثالثة وين؟ الثالثة في المرمى. لا تجازف لأنه ما يرحمه وما بيجامله أبدا لاعبي برشا في هذا المكان. كرة مرت الكرة الماضية في المرمى الثالثة للبرشا. الهدف الثالث لبرشا وليونيل ميسي يدون هدفه الثاني. محشوق الجماهير سارق الأنظار سالم الألباب في كرة القدم يدون الثلاثية ليونيل ميسي. شوف الكرة الماضية حاول بلقطة ميدانية المرور شمس الدين شطابي ولكن رد عليه ميسي بأثر رجعي. رد عليه ميسي بأثر رجعي بهدف ثالث في المباراة للاعب لا يعرف الرفة والرحمة أمام المرمى ليونيل ميسي. أمين رباطي استخلاص الكرة. ميسي مع أمين رباطي ولا تبقى تمريرة في الأمام والرابع. نعم الرابع يأتي في المرمى. نعم الرابع يأتي في المرمى بالتقاسم والتساوي. أهداف رباعية لاتينية خالصة أرجنتينية وتشيلية. ليونيل ميسي 2 وأليكسيس سانشيز 2. وما عساك أن تفعل يا محمد يا فاخر. ما عساك أن تفعل حتى الآن. أن تتفاخر فقط يا فاخر بأنك تلعب أمام البرشا ولا تنظر للنتيجة. ولا تنظر للنتيجة. شوف الضغط على حامل الكرة أمين رباطي. لا تمازح ميسي ولا تعانس ميسي لأنه عقابه أصعب وعقابه حاد. وبالتالي مرور من ميسي وتمريرة بينية. شوف التمويه كرة الماضية وين خلاه يشوف تطوان من بعيد وداه بعيد وعاد ولعب الكابين يستا غاب بيكي غاب العظماء وغيرهم ولكن الاسم يبقى برشلونة. كرة في الأمام محاولة لأليكسيس سانشيز حاول والهدف الخامس. نعم الهدف الخامس الخامس. ميسي بثلاثة أهداف. ميسي بثلاثة أهداف وخمسة أهداف وطنجة حتى الآن. تعلو فيها الخماسية تعلو فيها الخماسية. استلام من ميسي وتمريرة بينية موزونة بصورة ممتازة من جانب ليونيل ميسي. كرة ملعوبة بصورة رائعة. بدع الهجمة وهو من نهاها ليونيل ميسي. بدأها وهو من نهاها ليونيل ميسي. باص بيني بالميكروسكوب بالميكروسكوب موزونة بصورة ممتازة. شوف الأولى وين والسلام كان وين وجمن وين ولعبها كيف. وحبيبي يا نور العين انت ما في منك اثنين. ما في منك اثنين. من حارس المرمى ياسين الحظ الذي يندب حظه بكل تأكيد ويضرب خماسا نتيجة بأسداس قادمة من ليونيل ميسي. ولكن القائم حظه معاك هذه المرة حظه معاك هذه المرة. يعاند القائم الضيوف في اللقطة الماضية ومر روزيل لابس الملابس الرياضية وفي الملعب إلى ميسي. هذه في المرمى هذه في المرمى. أوه ولكن حارس المرمى يتألق ويتصدى. هي لعباته هي لعباته. حاول أن يلعبها تشب أو يغرفها ليونيل ميسي هنا من فوق من تحت الأرض إلى فوق
حارس المرمى الحارس ياسين الحظ، ولكن الكرة الماضية مرت بعد ذلك وعادت مجددا إلى أقدام الرجاء. شوف في غمضة عين، يعني كما ذكرت لك لا تغفل عن جورا بيرتو، يلعب كرة في الأمام، يا السلام على اللمسة الأمامية وعلى محاولة المرور. جماعة دوسنتس لاعب باص بعشرة أهداف، لاعب باص بعشرة أهداف، كناية عن أن هدفه ركلة جزاء. وداني ألفيس بتنفيذ ركلة الجزاء، شوف تمريرة، يا السلام بالمسطرة والقلم، بالمسطرة والقلم، لعب لك باص يقول لك فقط جيبها في المرمى، فقط جيبها في المرمى. يعني المهاجم اللي يلعب في برشلونة يدلع آخر دلع بالتمريرات، وهذه بتشكيلة احتياطية. داني ألفيس باللوك الرمضاني يحاول التقدم للأمام، يا السلام يضعها في المرمى، والسداسية لداني ألفيس، وهذه رقصة رمضانية جديدة، رقصة جديدة بهذا اللوك لدانيال ألفيس الذي يدون الهدف الخامس في سقف المرمى وتعلو نتيجة المباراة بستة أهداف بأن الكرة على المرمى أيضا وسقف المرمى. ستة أهداف، أداء كبير، كان الأكثر بالانتصار أمام الهندوراس وننتظر منه الكثير بإذن الله أمام المنتخب أيضا اليابان التي دكت مرمى المنتخب الإسباني وأرهقت. كرة ملعوبة أمام، حاول التقدم للأمام، بلوغرانو يحاول بصورة متواصلة ونقلاوة سيطرة متواصلة حتى الآن.